أقول طبعا هذه القصيدة لعبد الله علوش وقصيدة صراحة جميلة دائما أنا أكررها وأحب أن نستفيد كلنا منها صراحة. يقول على حسب ما مرني ومن تجارب الأولي وجهة نظر ويجوز فيها الاتفاق والانقسام، اترك مسافة كافية بينك وبين الآخرين بعض البشر، ودك حدود المعرفة معهم سلام، واصمت ولا تحرص على كثر الكلام، الصمت زين اللي سكوته ساترة يمكن يعريها الكلام، وإذا تكلم تحذر تكون أطول المتكلمين، السالفة لطولت يضعف معاها الاهتمام، وامزح ومزح باللسان خير من مزح اليدين، مزح الرجال العاقلة على حدود الاحترام، واضحك ولا تضحك برفع الصوت، رفع الصوت شين، ومن الأدب والذوق عند الضحك ضحك بابتسام، واكرم وبيبان الكرم واجد ولا يحتاج دين، وترى الرجال كرامها ما هو في كثرة الطعام، واحلم ولا تعجل ولا تغضب ولا تشري بدين، وشاور ولو رايك معك لا شرت عداك الملام، وإذا شريت بدين لا تبطي على المتجملين، كل حلاله غالي عنده ولو هو ما يسام، ولا جاك مديونك معه بعض الوفا وبعضه الحين، فاستد باللي جاك وش دراك لله الدواء، وترى التغافل فيه لذة وانشد المتغافلين، وان جات كلمة توجع اطلقها مع سرب الحمام، وارضى اللي جاك الرضا لو العذر ما هو سمين، وترى التسامح ميزة السادة رفيعين المقام، وصادق وإذا صادقت ما جربت ما صادقت لين ما يطول بك السهر ولا يطيب لك المنام، واصدق مع نفسك وتلقى نفسك من الصادقين، والنفس خيل إبليس لا تعطيه نفسك واللجام، وإذا نصحت انصح خفا لا تفضحه بالحاضرين، ترى الرجال يقودها لين الحكي قود الخطام، ولا تواضع في حضور العالم المتكبرين، تكلم بنفس الطريقة معهم ونفس النظام، وأخلاقك وتواضعك عامل بها المتواضعين، ونصف الأدب مجاملة جامل ولا جامل لئام، وإذا تسولف عن طموحاتك مع المتفرغين كأنك تسولف للنصارى بالحلال وبالحرام، والعمر ما هو فرصة واحدة ولا هو فرصتين، مع كل مطلع شمس لك فرصة وخطوة للأمام، هذا ولا زلنا تعلمنا الليالي والسنين، والعلم خير من الجهل والنور جلا يا الظلام. الله يحفظك ورحمة الله، تسلم الله، ما شاء الله يرفع قدرك.